السلايدز دي معنى جيوتكنيكال انجينيرنج ايه، وهنشرح ايه اللي في اللوحه يعني في الصوره دي. فاللي معنى الجيوتكنيكال انجينيرنج از ا برانش اوف سيفل انجينيرنج كونسيرند ويز ذا انجينيرنج بيهافير اوف ايرث ماتيريال اللي هي السويل والروك. الجيوتكنيكال انجينيرنج از امبورتنت ان سيفل انجينيرنج كونسيرند ويز كونستراكشن اون ذا جراوند. ده تعريف للجيوتكنيكال انجينيرنج. يبقى عشان اعرف انجينيرنج جيولوجي او جيوتكنيكال انجينيرنج لازم ابقى راجل شاطر قوي في الكلاسيفيكيشن بتاع الروك او السويل، وكل حاجه طبعا بيبقى ليها طبيعه، وانت تعرف تصنف وتعرف تدي ديتيل للكلاسيفيكيشن بتاع الصخور او السويل. ديتيل انت درست تعمل ازاي كلاسيفيكيشن، يعني لما بتقول ساند تقول سورتد ساند، تقول انجولار تقول سب انجولار، تقول تريس اوف سيلت، تقول فيها مثلا سام اوف سيلت، او لو عندك مثلا سويل زي مثلا الكلي سيلت كلي او كلي سيلت او الشيل غير الماسيف كلي. فدي كلها مسميات او كلاسيفيكيشن ما يعرفهاش غيرك انت كجيولوجي. يبقى انت اللي هتصنف وانت اللي هتقول للراجل المهندس المدني ايه طبيعه السويل اللي موجوده دي واسمها ايه العلمي في الاخر، لانك هتكتب قطاع تربه، هتعمل قطاع جيولوجي، تحدد الطبقات وتعمل فواصل الطبقات دي بتنتهي فين وتبدا بتبدا فين، وفي بارامتر ثاني بتتكتب. فبس حبينا ان احنا يعني ايه معنى دراسات جيوتكنيكال انجينيرنج. اللي في الصوره ده منشا، المنشا ده المفروض بنتخيل ان ايه اللي تحت المنشا هيعمل لي مشاكل. لو في اكسبانسيف سويل اللي في الاسهم اللي هي فوق ديت اللي طالعه لفوق، اكسبانسيف سويل اللي هي هيفنج سويل، يعني هيفنج يعني حاجات بتطلع بيحصل لها انتفاش زي السيلت كلاي، بعض المارين سيلت كلاي او الطفله زي ما بنسميها احنا الطفله اللي هي بتاخد الالوان الجراي واليلو والريد بجميع الالوان الطيف اللي هي بتبقى موجوده في المناطق زي 6 اكتوبر وزي العاشر، وبتعمل مشاكل في المباني. فديت لما بيجي لها اي سورس الميه بتاخد الاساسات المنشا وتطلع لفوق تعمل هيف، يعني اكسبانسيف يعني ليها سويلنج بتنتفش او تتمدد لفوق. فلو انا ما خدتش بالي وعملت احتياطاتي او شلت التربه ديت او عملت لها احلال او استبعدتها او عملت احتياطات، لو فرض ان في اي سورس زي ما عامل بلامبنج ليكس هنا مثلا اللي هو الحاجات بتاعت السباكه تحت الارض، فلو حصل اي تسرب للمياه والسويل اللي هي الاكسبانسيف سويل ديت او الهيفنج سويل او السويلنج سويل اللي احنا بنقول عليها اكسبانسيف كلاي او اكسبانسيف سويل، بعد فتره بتتشبع بالمياه فبتاخد المنشآت وتطلع فيها وتعمل كراك وتعمل مشاكل، والمبنى ممكن يحصل له انهيار. وطبعا لازم نعمل نبقى دارسين السب سيرفيس جيولوجي صح، او نعمل دراسات جيوتقنيه. الاسهم اللي نازله تحت كونسوليديشن سويل، يعني لو التربه فرضا ان هي كونسوليديتد زي اللي هي بتاعه النايل ديبوزيتس عندنا اللي هي الكلي السمراء دي كونسوليديتد، مش بيحصل لها سوء، دي بتحصل لها كونسوليديشن يعني بتهبط او بتتضغط يحصل لها سيتلمنت. ف برضه جت مثلا مصدر للمياه هي في طبيعه معانا فيها ستيفنس معين، ممكن المياه ديت بعد كده لو هي منسوب المياه مثلا بعيد وانت جبت مياه سطحيه نتيجه تسرب من مياه الصرف، فتعمل ايه المشاكل اللي هي ممكن تعملها لي. فالبارامترز اللي انا هدرسها والتصنيف اللي انا هعمله بتلاشى ده كله وبعمل احتياطاتي علشان اطلع منشأ ما يحصلش في مشاكل بعد كده. الترانسبيريشن مثلا الجذور، جذور النباتات ديت بتبقى عامله بتعمل مشاكل جدا. لو انا ما درستش وعرفت ان انا ان هنا اللي هاسس على جذور نباتات، وجذور النباتات دي ممكن تعمل لي تكهفات في التربه او تفكيك للتربه تحت الاساسات، وبالتالي هتعمل مشاكل في المنشا. يبقى ضروري جدا ان انا اعمل حفر البورنج او الجسات الاول، واجيب سامبلينج عينات وادخلها المعمل وابدا افحصها تاني، غير الفحص بتاع الموقع ببدا افحص في الموقع تاني واصنف التربه ديت واصنف الصخور ديت واعرف ايه طبيعتها طبقه طبقه ومتر متر، وفي الاخر بعمل ليرنج، وبعدين بعد كده بعمل التجارب اللي عليها اللي بتاكد لي هذه التكوينات او التصنيف بتاعها،
وبالتالي بكتب التقرير بتاعي ان انا ريكومنديشنز بقى، التوصيات اللي انا لازم اعملها للحد من المخاطر اللي هي هتحصل لي قبل تنفيذ المنشأ ما يتعمل. نشوف حضراتكم السلايد الثانية. السلايد دي بتبين لي السول انفستيجيشن ميثودز، يعني ايه انواع التولز اللي انا بستخدمها في ان انا احصل على داتا للدراسات الجيوتقنية الهندسية. ايه التولز اللي انا بستخدمها عشان زي اي استكشاف تحت سطحي؟ فبستخدم الجيوفيزيكس، الجزء اللي على الشمال، بستخدم الجيوفيزيكس تولز، سواء سيزميك سواء ريزيستيفتي سواء ماجنتيك جراف، بستخدمها طبعا. احنا عارفين كلكم سواء جيولوجيين او جيوفيزيائيين، التولز ايه المختلفه في ان انا استكشف تحت سطح الارض. ف يعني الموضوع ده كبير جدا، واستفاضه في الاستخدامات الجيولوجيا الهندسيه او الجيوتكنيكال انجينيرنج. جيوفيزكس موضوع كبير، وبستخدم ايه وايه في التول اللي بيطلب زي الجي بي ار والريزيستيفتي والسيازمي، كل ده بنطلب مننا في بعض المشاريع علشان نعمل تقييم للمنطقه او تقييم للارض اللي انا هعمل عليها المنشأ من ناحيه نشاط الزلازل، او ان انا النشاط الزلازل طبعا في مناطق زي قريه ام السيد اللي هي في شرم الشيخ، عملنا عليها دراسات سيزميه عشان هناك طبعا بيبقى في بعض النشاط الزلازل غير محسوسه، فديت برضو ممكن تاثر على المنشآت. او بعمل ريزيستيفتي عشان الايرسنج بتاع المصانع، او بعمل الجي بي ار عشان استكشف الانفراستراكشر او اشوف منسوب المياه الجوفيه. فهتشتغل دراسات جيوفيزيائيه باستفاضه، لما تيجي تشتغل جيوتكنيكال انجينيرنج هتشتغل جيوفيزكس. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي انا ممكن استخدمها استعين بيها بداتا؟ اللي هو البورنج، الحفر. الحفر يعني انا احصل على عينات تحت سطحيه. ففي اكتر من حاجه عندي، ان انا استخدم ترايبود او جلسات يدويه بحيث ان انا احصل على عينات متر متر، وبعدين في الاخر خالص بعمل لها كلاسيفيكيشن واعمل تقسيم للطبقات. ثالث حاجه ان انا بستخدم الميكانيكال دريلينج، اللي هو الحفر الميكانيكي اللي هي بنسميها احنا ايه ماكينات الجلسات الميكانيكيه، او الحفر بطريقه الحفر الدوار، عشان برضو احصل على عينات واعمل لها سامبلنج كويس واعمل لها كلاسيفيكيشن كويس لحد ما تروح المعمل وابدا اصنفها تاني واطلعها اختبارات. في حاجه اسمها السي بي تي او الكومبنتريشن تيست، ده عباره عن ماشين بتنزل بنتريشن وبتسجل لي حاجات كده زي تشارتس، فبتطلع لي البيرنج وتطلع لي السليب فريكشن وتطلع لي البور بريشر وتطلع لي الفريكشن ريشو، بطلع منها بارامتر برضو بتستخدم في كتابه التقرير. ثالث حاجه ممكن اعمل اوبن بيتس او ترايل بيت، ان انا اعمل حفر استكشافيه كده بالحفار او يدوي ينزل فيها 2 متر 3 متر 4 متر، بحيث ان انا اطلع عينات، لان ما ينفعش غير تطلع بالطريقه دي زي العينات الكولابسبل سويل اللي هي انهياريه. لو عملتها بالميكانيكال دريلنج ماشين ممكن يحصل لها ديفورميشن، او ممكن ما تطلعش زي ما انا عايزها من الطبيعه، فبعمل لها الترايل بيت او الاوبن بيت بطريقه الحفر المكشوف. في حاجه بليت لودنج تيست، ان انا اعمل اختبار تحميل على الارض وادرس السيتلمنت بتاعت الهبوط بتاع الارض تحت احمال مختلفه. فدي بس كده السلايد دي بتبين لي ايه طرق الاستكشاف اللي ممكن استخدمها في الحصول على عينات، او اعمل اختبارات حقليه في الموقع واحصل على بارامتر تفيدني في كتابه التقرير الجيوتكنيكال. نشوف حضراتكم اللوحه اللي بعد كده. السلايد دي بتبين لي برضو على الطبيعه ايه انواع الحفر اللي انا بحصل بيه على سامبلينج على عينات. طبعا الجزء اليمين خالص ده الطريقه اليدويه، ان انا ممكن اعمل او النص ميكانيكيه، يعني على زمان كانوا يعني طريقه بدائيه عن كده، بدا يبقى في تطوير ويبقى في ونش ميكانيكي، فده بحصل على عينات
زي الترايبود ديت اللي محطوطه زي المكن اللي هو بتاع بعمل ترمبات الميه او كده، فبتلاقي ناس بتلف كده، يمكن انت بتشوفهم اثناء بعض المشاريع، بتحصل طريقه من طرق ان انا احصل بيها على عينات محفوظه بطريقه كويسه، حتى ان انا اوديها المعمل ويتعمل عليها الاختبارات. الجزء الثاني مثلا البورتيبل ماشين دي متحمله على عربيه مثلا، او ديت متحمله على كاتينه اللي هي المكنه اللي على الشمال خالص دي، فممكن يمكن حضراتكم شفتوا حاجه زي كده وانتوا مثلا في الطريق، ده يبقى مكن جسات. ده مكن جسات يعني ان انا بحصل بيه على عينات بتتحفظ في صناديق، بتتعمل لها ليبل، بتاخد التوب والبوتوم، واذا كان في اختبارات حقليه بعملها اثناء الشغل، والعينات دي بتروح محفوظه بطريقه كويسه لحد يعني لو في مثلا كلاي وفي منسوب في ميه جافيه، فباخد العينه عشان فيها موشر كونتنت او محتوى رطوبه، لازم العينات تتشمع عشان ما تفقدش من المحتوى المائي بتاعها، لان ضروري جدا ان انا اودي العينه على طبيعتها. اذا حصل العينه متعرضت للشمس ونشفت، او ان هي فقدت من محتوى الرطوبه بتاعتها، يبقى الشغل ده كله غلط. يبقى لازم العينه تروح محفوظه كويس وتتشمع بشمع، ويتحدد لها التوب والبوتوم لحد ما توصل للمعمل، بحيث ان انا افك العينه في المعمل وابدا اقيس المحتوى الرطوبه بتاعها الموشر كونتنت، وابدا اعمل تجارب الاتر بيرج واعمل كونسوليديشن. يعني هنتكلم على التجارب دي بعد كده، بس دي طرق السامبلينج او طرق حفر الجسات اللي هي موجوده حاليا او المتاحه في السوق دلوقتي. يعني هي لما تشوف حاجه زي كده يبقى دي ماكينه جساب بتجيب لي عينات عشان تروح المعمل بعد كده وتعمل عليها الاختبارات المعمليه. نشوف حضراتكم السلايد اللي بعد كده. اللي حضراتكم السلايد دي طريقه السامبلينج بطريقه الترايبود او المهم سموها السيبيا او المقص او الشغل اليدوي. انقرض طبعا دلوقتي لان ما بقاش حد يعمل بالطريقه دي، بقت طريقه مكلفه طبعا، والعماله يعني بقت دلوقتي مكلفه جدا، بس كانت احسن طريقه انك تحصل بيها على عينات في الكلي بالذات، علشان ما بيحصلش ديفورميشن والحاجات بتطلع على طبيعتها. وفي الموقع ده حضراتكم شايفين ان احنا في اسفل السلايد ازاي العينات حاطينها في مواسير بلاستيك عشان تبقى محفوظه كويس، ومكتوب عليها التوب والبوتوم، ومحفوظه بحيث ان هي ما تفقدش من المحتوى المائي او المويشر كونتنت او الووتر كونتنت بتاعتها، لان ضروري جدا ان العينه تروح زي الطبيعه كما هي في الطبيعه. ضروري جدا، لان من الدقه انك انت تعمل العينه بطريقه محفوظه او تحفظها كويس، حتى الذهاب الى المعمل يبقى العينه راحت ما فقدتش من المكونات الطبيعيه بتاعتها. ان ضروري جدا 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 في شغل الجيوتكنيكال انجينيرنج ان العينات دي ما تتعرضش للهواء او الشمس، لان يبقى كده حصل ان هي في جزء من الووتر كونتنت اتبخر والعينه نشفت، فطبعا يروح القياسات المعمليه كل الشغل اللي انت بتعمله غلط بعد كده لو العينه ما راحتش بطريقه محفوظه جيده. فمن ضمن الشغل اللي كنا بنعمله ان احنا نطلع العينات بطريقه معينه في الجهاز، بينزل والماسوره البلاستيك دي بتبقى داخل الجهاز الكور، وبنروح مطلعينها من جهاز الكور والعينه جواها، ونحدد عليها التوب والبوتوم، ونكتب على الليبل ايه المتر الفلاني، وتتحفظ بالتتابع بتاعتها، وبعد كده بتروح المعمل لاجراء الاختبارات المعمليه عليها. فدي صوره من فعليه من موقع في الفيوم. بس احنا كنا بصراحه هنا لشغل تبع الاثار، يعني كان حاجات لازم تتعمل بطرق فنيه كويسه، واستعانوا بينا احنا، كنا احنا ناس كنا احنا بنعمل الجسات دهيت زمان. طبعا الصوره دي بقى لها اكتر من 20 سنه، فبدات بعد كده تتطور انظمه الحفر والمكن الجسات، ويبقى في حاجات ادق من كده. حضراتكم الاختبار ده اسمه اختبار الاس بي تي او الستاندرد بنتريشن تيست، اختبار مهم جدا، وحط تحت جدا ديت باقي الصفحه. الاختبار دوت هو الاساس لو انا بشتغل في رمل، رمل مش ساند ستون، ساند في فرق بين ساند وساند ستون.
عشان نفرق برضه من الحاجات اللي هي بنخطأ فيها الجيولوجي بعد ما يتخرج. احنا خدنا على كلمة ساند ستون، لا انا يهمني تقول لي ساند او سيمنت ساند او ساند ستون، لازم افرق بين الثلاثة. طبعا الساند رمل، رمل سايب، سيمنت ساند يبقى رمل متلاحم، ساند ستون يبقى حجر رملي. فالطريقة الاختبار دوت او الطريقة دي من الاختبار كل الناس شغالة بيها في العالم دون استثناء، ضرورية جدا علشان اجيب داتا او بارامتر بحدد عليها جهد التربة. لو انا ما عملتش الاختبار دوت في الموقع في التربة الرملية او الطينية يبقى كل العينات اللي جاية ملهاش لازمة. فالاختبار ده بقى اكيد تاني بقول مهم جدا، اسمه ايه؟ الاس بي تي او الستاندرد بنتريشن تيست او اختبار الاختراق القياسي. الاختبار دوت بيتعمل على الشغل الحفر بالطريقه اليدويه او الميكانيكيه سواء، لازم اعمل الاختبار دوت في الموقع لو انا عندي تربه رمليه او طينيه، بحدد منه من الارقام اللي بتطلع لي. طبعا هنا انا لو بصيت على الجزء الاحمر ده الجهاز ده اسمه المعلقه، هم بيسموه جهاز بيبقى قطره 2 بوصه ليه مقدمه ومؤخره بيتربط مع مواسير الحفر، في منداله اللي هي الجزء الفوقاني اللي متعلق ده وزنها 63 كيلو ونص دوت المواصفه بتاعتها او الكود بتاعها بيقول كده، بترتفع 76 سنتي وتنزل تحت الهبوط الحر بتاعها، بحدد ليفل للمواسير وبعلم ثلاث علامات 15 سنتي 15 سنتي 15 سنتي وبعد كل 15 سنتي اخترقوا الارض بعد كام نمبر اوف لو او عدد دقات، وفي الاخر بايدها بكل الارقام دي بتروح المعمل بعد كده او بتروح في الحسابات بعد كده بتخش لتحديد البيرنج كاباسيتي او جهد التربه اللي انا ما اقدرش احدده غير بالاختبار ده في الموقع. يعني في المعمل هعمل ايه بالعينه لو جات لي في كيس؟ يبقى لازم اثناء الحفر اعمل الاختبار دوت في الموقع، علشان من غير كده ولا كل الشغل دوت ليه لازمه. وبحدد بعد كده الرمل مثلا فيري دنس او دنس او ميديوم دنس او لوس او فيري لوس بناء على الارقام اللي بتجي لي، والحاجات دي ليها ديتيل وهنبقى عارفين بعد كده ايه معنى الارقام. وفي الطين بحدد ستيفنس، يبقى في الرمل بحدد كثافه، في الطين بحدد ستيفنس، بقول فيري سوفت او سوفت او ميديوم ستيف او فيري ستيف بناء برضو على بارامتر اللي بتطلع لي اثناء عمل الاختبار. فالستاندرد بنتريشن تيست از ان ان سيتو دايناميك بنتريشن تيست ديزايند تو بروفايد انفورميشن اون ذا جيوتكنيكال انجينيرنج بروبرتيز اوف ذا سويل. ده هو التعريف الستاندرد بنتريشن تيست، وانا عامل السلايد دي مخصوص عاملها كده، يعني انا مصممها علشان نعرف معنى ايه ستاندرد بنتريشن تيست. اي حد هيشتغل في جيوتكنيكال انجينيرنج لو ما وقفش على الجسات اثناء ما هي بتتعمل في الموقع ومنفذش الاختبار ده وبدقق على الكلمه دي، يبقى كل الشغل اللي جاي لي المعمل ولا ليه لازمه. يبقى اختبار مهم جدا، واختبار يعني بسيط بس مهم جدا في كتابه التقرير الجيوتكنيكال بعد كده.